كده أريجا جهود كتيرة بذلت وسبق التحضير للدورة الستين لمعرض دمشق الدولي ليكون فعلا معرض بيوازي معارض درة الشرق. أكيد لنتعرف أكثر على العمل لمعرض دمشق الدولي والجديد المقدم بنسخة المعرض 60. اليوم بيسرنا أن نرحب بالسيدة سمر مديرة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للمعارض وأيضا هي مديرة مسرح الطفل. يسعد صباحك أنسة سمر. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا يسعد وسهلا. صباحك. يعني نحن هلأ بالأيام الأخيرة لمعرض دمشق الدولي يوميا عم نواكب فعالياته وعدد الزوار اللي عم يجوا لعنده. خلينا نحكي عن التحضيرات اللي سبقت طبعا الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي. يعني أكيد في جهد كبير والناس لمسته هي الدورة. هلأ التحضيرات تناولت شقين، التحضيرات الأدوات والتجهيزات اللوجستية بالنسبة للعارضين حتى كمان للزوار، وكمان على مستوى الأنشطة والبرامج المرافقة لمعرض دمشق الدولي. هلأ بالنسبة للتحضيرات والأدوات اللوجستية، فكرنا بالزائر وفكرنا بالعارض. الزائر أنه وقت اللي بده يجي أمننا وسائط النقل، زدنا عدد الباصات، تحرك القطار يعني بعد جهد كتير كبير لحتى الحمد لله مشي بالأخير وتحرك القطار مع انطلاق الدورة 60. كمان بالنسبة للتجهيزات الموجودة هون بمدينة المعارض، حاولنا نرمم الأبنية، عملنا كمان تجهيز الأجنحة على أحسن وجه، حاولنا نرقب الصدع اللي موجود بفعل العوامل الجوية. هي بالنسبة للأجنحة. بالنسبة على مستوى الأنشطة المرافقة، جهزنا برامج بعدة أنشطة، من المهرجان الفني، من مسرح الطفل، يا نصيب معرض دمشق الدولي، منصة السحب اليومي، كان عندنا كمان مقهى لذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا كان نشاطات كتير، ألعاب أطفال، يعني كل شيء، بحيث أنه اللي بيدخل الشخص لهون بيشوف مظاهر الفرح وين ما تطلع. أنسة سمر، يعني تم الاستفادة من نسخة المعرض السنة الماضية 59 وطرح شيء جديد هذا العام؟ أكيد. هلأ السنة وقت اللي بدنا نجي نقارن سنة مع سنة، أكيد بدنا نشوف الفوارق. هلأ السنة الماضية مثلا كانت المساحات المحجوزة كعرض 74,000 متر مربع، هاي السنة فوق 93,000 متر مربع. هذا مؤشر أنه في تحسن على وراحة على المستوى الاقتصادي. كمان بالنسبة لعدد الشركات، كان السنة الماضية 1563، هاي السنة 1720، كمان هذا بيعطي مؤشر كمان لتحسن وراحة أكثر. عدد الزوار هلأ ما فينا نحصي لأنه نحن لسه ما انتهى المعرض بشكل كامل، ولكن لحد يوم الاثنين كان 611,000 زائر. كمان هذا الشيء يعني العالم متعطشة كمان لمعرض دمشق الدولي، متعطشة لحتى تزور الأنشطة وتشوف الفرح من جديد، وخاصة بعد التحسن الأمني اللي صار، بعد الأمان اللي موجود بدمشق وريفة بفعل وقوة جيشنا البطل. فهذا الشيء كلياته عم ينعكس إيجابا الحمد لله، إضافة لأنه كمان في عدد دول كتير مشاركة، اللي كان السنة الماضية 43 دولة، هي السنة 48 دولة، كلياته هذا مؤشرات إيجابية. حتى كمان إذا فيني أقول أنه في دول بهي السنة شاركت لأول مرة خلال تاريخ معرض دمشق الدولي كاملا، مثلا مثل أفغانستان ولا مرة كانت مشاركة معنا سابقا، بهي السنة كان لها أول مشاركة معنا. نعم، يعني مثل ما قلنا في تطور كبير بهي الدورة وإقبال كبير حتى من الدول المشاركة، لكن خلينا نحكي على جانب يمكن ما كتير معروف عند الناس، أنه قد بياخذ وقت التحضير لمعرض دمشق الدولي؟ بياخذ جهد كثير، بياخذ تحضير كثير، لكن شو المده اللي انتم حضرتوا لها والجديد اللي انتم ابتكرتوه والافكار اللي انتم طرحتوها لفعلا يكون هذا المعرض معرض مثل ما قلنا بيوازي دره الشرق دمشق؟ هلا التحضير بيكون من اول يوم ما بينتهي معرض الدوره القديم. السابقه حلو. يعني بمعنى هي مثل العجله، تمشي العجلة أول شيء بشوي شوي، بتتسارع الوتيرة فيما بعد، بالأخير بقى بتصير على الأخير، يعني بنصير بقى بنركض كلها تمام للحق. هلأ يعني بتبلش الأمور من هلأ، نحن حاطين بالدليل الرسمي لدورة 60، حاطين دعوة للدورة 61، فنحن حسابياً نبلشين من هلأ، فدايماً الجهود متواصلة ودايماً لحتى نكون نحن دايم على أهبة الاستعداد لأي معرض، لأي للدورة اللي جاية. كمان من هلأ نحن جاهزين، من هلأ عم بنشوف القصص اللي فيها أخفاقات،
مشان السنه الماضيه السنه اللي جايه ما بقى نوقع فيها. نحاول نحسن نفسنا، ننظر لنفسنا بعين الناقد، وما ننغر بالشيء والنجاح هذا، لا نحن بدنا نطلع على الفشل وين كان لحتى نحاول انه ما نوقع فيه. تمام بالتاكيد، وهذا العمل اكيد اللي هو بيحقق النجاح. انسه سمر، حضرتك كمان مديره مسرح الطفل المشارك بمعرض دمشق الدولي، خبرينا اكثر كيف عم تنظموا البرامج الترفيهيه والتثقيفيه والتوعويه ايضا للطفل. كمان من ضمن سياسة المؤسسة كان الأنشطة المرافقة، وواحدة من هدول الأنشطة كان مسرح الطفل. أعطيناه عناية كتير كبيرة، لأنه الطفل الزائر كمان ما بيجي وحده، بيجي مع عيلته، فنحن توجهنا للعيلة كمان من خلال البرامج اللي بدنا نقدمها بالمسرح. كانت البرامج المقدمة منتقات بعناية، بحيث انه تخاطب الطفل بلغته، نقدر انه نروح لاهتمامه شو هو. مثلا في اولاد بيحبوا الغناء الافرادي، في اولاد بيحبوا الغناء الجماعي، في عالم بتحب مثلا الخفه والسحر، في عالم بتحب المسرحيات، في عالم بيحبوا الشخصيات الكرتونيه. فنحن حاولنا انه نجمع كل هدول الشخصيات بهي الفعاليه لحتى نقول للطفل انت لك هاي المساحه هون، انت موجود هون لحتى تعبر عن نفسك وتكون على تواصل مباشر مع هدول الشخصيات اللي انت بتحبها. يعني هيك مثل ما بنقول باللغة العامية انه انتم عم تحاولوا تحطوا ايدكم على محلات يمكن تجذب العالم بوقت نحن بحاجة فعلا للفرح. فخلينا نحكي عن الاقبال على مسرح الطفل، كيف كان هي الدورة، وهل كان في ملاحظات على او مطالبات خلينا نقول انه بدنا مثلا الدورة المقبلة كذا كذا كذا. هلا الاقبال شديد، لانه مثل ما قلت لك البرامج هي متنوعة ومتوجهه للكل، يعني متوجهين نحن للعائله السوريه، ان كان فيها مثلا لعمر الست سنين، لعمر ال 12 سنه، كمان الفئه اللي اكبر، الاهالي كمان بيكونوا موجودين مع اولادهم، بيصيروا يساعدوا اولادهم باسئله المسابقات. فالإقبال عم بيكون شديد كل يوم، حتى نحن فيني أقول لك كل يوم عن يوم عم بيزيد أكثر. كمان مع توزيع البروشورات، مع توزيع مع نشر البرنامج بوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الشيء عم بيساعد إنه العالم تعرف إنه أنا جاية اليوم بدي أحضر مثلا مسرحية كذا، أو اليوم مثلا في الطفل النجم مثلا فلان، أنا لازم أجي اليوم مثلا أحضر. جبتوا أطفال معروفين حتى؟ جبنا من أطفال The Voice، جبنا بأول يوم زين عمار وجيسيكا غربي وعبد الرحيم الحلبي، وهلا باخر النهار عندنا امير عموري وغنى ابو حمدان وعندنا كمي غير 60. يمكن المميز اليوم بمسرح الطفل والنشاطات الموجهه للاطفال انه زاد التنظيم فيها عبر مشاركه بعض الفرق التطوعيه معكم. هلا الفرق التطوعيه شاركت معنا مو بجانب مسرح الطفل، شاركت معنا بجانب مدينة المعارض بشكل كامل، بشكل عام، بشكل تنظيمي، لانه نحن لكن كمان شفنا على مسرح الطفل في تنظيم يعني للاطفال وجلوسهم مع الاهالي. تمام. هلا هن جزء هدول لجنه من لجان متنوعه بمدينة المعارض. يعني نحن استعنا بالفرق التطوعيه كمؤسسة معرض لرفد كادر المؤسسة بخلينا نقول بكادر قوي يقدر يساعد، لأنه العاملين كلاتهم بمؤسسة المعارض يعني بين 200 ل 230 شخص من رأس الهرم للحارس لأصغر موظف يعني موجود عنا، هن العدد قليل يعني. فنحن بحاجة بمدينة بهالضخامة وبحدث بهالضخامة بحاجة لكادر أكثر، فاستعنا بالفرق التطوعية. كان في وجود لفريق عمرها، وكان في كمان فريق الأمانة السورية وفريق ساعد. هدول الفرق رفضونا بعدد منيح من الشباب والصبايا، فرزناهم كمان أنا رئيسة الفرق التطوعية بمؤسسة المعارض، ففرزناهم لعدة لجان، منهم كان اللجنة الموجهة لمسرح الطفل اللي شفتوا حضراتكم. ولكن هو في لجنة لمراقبة البحرات، في لجنة مثلا الجناح السوري، في لجنة كمان للمراقبة على النظافة، في لجنة للمهرجان الفني، عدة لجان، لجنة للإذاعة، عدة لجان الحقيقة مفروزة حسب مهام، وكل حدا له ليدر يعني انه، وكل ليدر كمان هدول كل مجموعة إلى ليدر مربوطين كمان بالآخر يعني مرتبطين عفوا بليدر أساسي هو بيتم التواصل معه والتشبيك. يعني نحن على سيرة أيضا النظافة بنتمنى من كل المواطنين كمان يحافظوا على نظافة أرض مدينة المعارض، يعني هذا تمني كمان منا نحن كإعلام. خلينا نحكي يا سمر،
كمان بهي الدورة في نسخة جديدة القرية الشامية وأيضا قرية سوسات لجمعية جذور اللي كانت موجودة مسبقا بمهرجان الشام تجمعنا. فخبرينا كمان عن هالقرى قد عم تلاقي إقبال وقد ايه لازم يكون في شيء من ريحة المحافظات السورية بمدينة المعارض. مزبوط. هلا أول شيء هي القرية السورية وليس القرية الشامية اللي موجودة. هي فيها من كل المحافظات، كل يعني جايبين شيء من ثقافة كل محافظة وحاطينه لحتى يجمعوا إنه بالنهاية هي سوريا بتجمع يعني ضمن نطاق قرية خلينا نقول مصغرة بمدينة المعارض. هي بالنسبة للقرية السورية. بالنسبة لمقهى سوسات اللي هو مقهى لذوي الاحتياجات الخاصة، أبدوا رغبتهم للاشتراك بالمعرض، ومؤسسة المعارض من خلال تبنية ومن خلال مشاركتها بالمسؤولية المجتمعية وشعورها تجاه هاي الشريحة بأنها تدمجهم بالمجتمع من جديد، فتبنت مباشرة عن هاي الفكرة وعطتهم المساحة بشكل مجاني لحتى يعبروا فيها عن نفسهم، لحتى يكونوا على تواصل مباشر مع العالم ويندمجوا مع المجتمع. نعم أكيد جهود كثيرة مبذولة اليوم لنجاح معرض دمشق الدولي. شكرا كثير لكل شيء قدمتوه، شكرا كثير لك سمر جرى على وجودك معنا اليوم، وكل التوفيق لكم، ودائما بنأمل معرض دمشق الدولي يحقق نجاح والتألق مثل ما هو معروف. شكرا كثير لكم، شكرا لوجود الإعلامي كلياته اللي عم يغطي معنا من وقت التحضيرات لحد الآن ومكملين معنا إن شاء الله. شكرا لكم كمان. احنا بنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله كمان بيكون التحضير للدورة القادمة أفضل وأفضل وأفضل إن شاء الله. شكرا لجهودكم كلكم. شكرا لك. يعني زينب لهون.